بعد عقد من محاربة داعش في العراق وسوريا، يحذر باحثون وأكاديميون من برنامج يبحث في مسألة التطرف في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة بالتعاون مع جامعة كينغز كوليدج في لندن من عدم الاستفادة من محطات محاربة الإرهاب لمواجهته في المستقبل. هذه الندوة أقمناها من قبل بروجرام اون اكستريميزم في جامعة جورج واشنطن من أجل خلق فرصة للتواصل ما بين صناعة القرار للحكومات اللي هي جزء من التحالف الدولي وأيضا الأكاديميين والباحثين، خلق فرصة لإحداث تعاون لمنع هذا التطرف من الانتشار مرة أخرى. النقاش سلط الضوء على ضرورة التكيف مع المتغيرات مثل الذكاء الاصطناعي لمواجهة الإرهاب. Jihadi groups, just like other extremist groups. الجماعات المتطرفة كغيرها كانت حريصة في تبني الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز دعايتها، ولديها سجل طويل في استخدام الدعاية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. في الربيع الماضي مثلاً اكتشفنا أول فيديو باللغة الفرنسية منتج بالذكاء الاصطناعي. لم يكن مصنوعاً بشكل جيد، ولكنه يظهر نوايا الجماعات الواضحة بالانخراط في ذلك. علينا تضمين ذلك في أفكارنا في مراقبة المتطرفين ومعرفة أنهم منخرطون في الذكاء الاصطناعي. نقاش الباحثين ركز أيضاً على دور التحالف الدولي الذي دخل في مرحلة انتقالية تمتد لعامين يعمل خلالها على إعطاء دور قيادي للقوات الأمنية في العراق. يجب التشديد بأنها مرحلة انتقالية وليس انسحاباً للقوات الأمريكية أو البريطانية أو قوات التحالف من العراق وسوريا، فهذه مرحلة انتقالية من القتال. نعم، في 2014 كان هناك دور كبير للتحالف، ولكن مع الوقت أصبح الدور للقوات العراقية لقيادة الدور القتالي. التحديات الأخرى التي تثير قلق الباحثين تتركز على الجيل الجديد لداعش في ظل مخاوف من نقل أيديولوجية التنظيم الإرهابية إلى أطفال عناصره. هذه مشكلة ملحة للحكومات بالرغم من كونها قد تبدو غير مهمة كالقتال مباشرة والقول أننا هزمنا داعش. هذه قنبلة موقوتة ويكشف الأمر لنا إرث داعش الجديد. فإذا كان القادة قد قتلوا فإن هناك جيل جديد قادم، وهناك أدلة بأن داعش يستهدف هؤلاء الأطفال. ومع تجربة 10 سنوات من مكافحة الإرهاب، يؤكد الباحثون أن الجاهزية لاستمرار ذلك أفضل الآن من السابق. على الرغم من إحراز بعض التقدم في مواجهة الإرهاب، يشير الباحثون إلى ضرورة مثل هذه النقاشات للتكيف مع تغير الأولويات وتبني استراتيجيات جديدة عند الضرورة، وكل ذلك لمواصلة الضغط لمنع عودة ظهور الحركات المتطرفة. عمر شاكر، الحرة، لندن.